بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس تفسير سورة الشورى للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الرابعة عشرة وما بعدها إلى الآية العشرين من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يقول الإمام في تفسير قوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اعلم أنه تعالى لما بين أنه أمر كل الأنبياء عليهم السلام والأمم بالأخذ بالدين المتفق عليه، كان لقائل أن يقول: فلماذا نجدهم متفرقين؟ فأجاب الله تعالى عنه بقوله: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني أنهم ما تفرقوا إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك للبغي وطلب الرئاسة، فحملتهم الحمية النفسانية والأنفة الطبيعية على أن ذهبت كل طائفة إلى مذهب ودعت الناس إليه وقبحت ما سواه طلبا للذكر والرئاسة، فصار ذلك سببا لوقوع الاختلاف. ثم أخبر تعالى أنه مستحق العذاب بسبب هذا الفعل، إلا أنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب لأن لكل عذاب عنده أجلا مسمى، أي وقتا معلوما، إما لمحض المشيئة كما هو قولنا، أو لأنه علم أن الصلاح تحققه به كما عند المعتزلة، وهو معنى قوله: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. والأجل المسمى قد يكون في الدنيا وقد يكون في القيامة. واختلفوا في الذين أريدوا بهذه الصفة من هم، فقال الأكثرون: هم اليهود والنصارى. والدليل قوله تعالى في سورة آل عمران:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال في سورة لم يكن، أي في سورة البينة، قال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ولأن قوله إلا من بعد ما جاءهم العلم لائق بأهل الكتاب. وقال آخرون: إنهم هم العرب، وهذا باطل للوجوه المذكورة. ولأن قوله تعالى بعد هذه الآية: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، لا يليق بالعرب، لأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم هم أهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لفي شك منه، أي من كتابهم. وقوله مريب، أي لا يؤمنون به حق الإيمان. ثم قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، يعني فلأجل ذلك التفرق ولأجل ما حدث من الاختلافات الكثيرة في الدين، فادع إلى الاتفاق على الملة الحنيفية واستقم عليها وعلى الدعوة إليها كما أمرك الله عز وجل، ولا تتبع أهواءهم المختلفة الباطلة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بأي كتاب صح أن الله تعالى أنزله، يعني الإيمان بجميع الكتب المنزلة، لأن المتفرقين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ونظيره قوله تعالى في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم قال: وأمرت لأعدل بينكم، أي في الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلي. قال القفال: معناه أن ربي عز وجل أمرني ألا أفرق بين نفسي وأنفسكم بأن آمركم بما لا أعمله أو أخالفكم إلى ما نهيتكم عنه، لكني أسوي بينكم وبين نفسي، وكذلك أسوي بين أكابركم وأصاغركم فيما يتعلق بحكم الله تعالى. ونظيره قول شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم قال: الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والمعنى أن إله الكل واحد، وكل واحد مخصوص بعمل نفسه، فوجب أن يشتغل كل واحد في الدنيا بنفسه، فإن الله عز وجل يجمع بين الكل في يوم القيامة ويجازيه على عمله. والمقصود منه المتاركة واشتغال كل أحد بمهم نفسه، والمقصود منه المتاركة واشتغال كل أحد بمهم نفسه. فإن قيل: كيف يليق بهذه المتاركة ما فعل بهم من القتل وتخريب البيوت وقطع النخيل والإجلاء كما هو مذكور في سورة الحشر؟ قلنا: هذه المتاركة كانت مشروطة بشرط أن يقبلوا الدين المتفق على صحته بين كل الأنبياء عليهم السلام، ودخل فيه التوحيد وترك عبادة الأصنام والإقرار بنبوة الأنبياء وبصحة البعث والقيامة. فلما لم يقبلوا هذا الدين فحينئذ فات الشرط، فلا جرم، فات المشروط. واعلم أنه ليس المراد من قوله لا حجة بيننا وبينكم، ليس المراد تحريم ما يجري مجرى محاجتهم، ويدل عليه وجوه.
الأول أن هذا الكلام مذكور في معرض المحاجة، فلو كان المقصود من هذه الآية تحريم المحاجة للزم كونها محرمة لنفسها، وهو متناقض. والثاني أنه لولا الأدلة لما توجه التكليف. الثالث أن الدليل يفيد العلم، وذلك لا يمكن تحريمه، بل المراد أن القوم عرفوا بالحجة صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تركوا تصديقه بغيا وعنادا. فبين تعالى أنه قد حصل الاستغناء عن محاجتهم لأنهم عرفوا بالحجة صدقه، فلا حاجة معهم إلى المحاجة البتة. ومما يقوي قولنا إنه لا يجوز تحريم المحاجة قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وقوله تعالى على لسان قوم نوح عليه السلام يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وقوله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ثم قال تعالى والذين يحاجون في الله أي يخاصمون في دينه من بعد ما استجيب له، أي من بعد ما استجاب الناس لذلك الدين، حجتهم داحضة أي باطلة. وتلك المخاصمة أو المحاجة هي أن اليهود قالوا ألستم تقولون إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه، فنبوة موسى عليه السلام وأحقية التوراة معلومة بالاتفاق، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليست متفقا عليها، فإذا بنيتم كلامكم في هذه الآية على أن الأخذ بالمتفق أولى، وجب أن يكون الأخذ باليهودية أولى. فبين تعالى أن هذه الحجة داحضة أي باطلة فاسدة، وذلك لأن اليهود أطبقوا على أنه إنما وجب الإيمان بموسى عليه السلام لأجل ظهور المعجزات على وفق قوله، وها هنا ظهرت المعجزات على وفق قول محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود شاهدوا تلك المعجزات. فإن كان ظهور المعجزة يدل على الصدق، فها هنا يجب الاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يدل على الصدق وجب في حق موسى عليه السلام ألا يقروا بنبوته. وأما الإقرار بنبوة موسى عليه السلام والإصرار على إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع استوائهما في ظهور المعجزة فيكون متناقضا. ولما قرر الله عز وجل هذه الدلائل خوف المنكرين بعذاب القيامة فقال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. والمعنى أنه تعالى أنزل الكتاب المشتمل على أنواع الدلائل والبينات، وأنزل الميزان وهو الفصل الذي هو القسطاس المستقيم، وأنهم لا يعلمون أن القيامة متى تفاجئهم، ومتى كان الأمر كذلك وجب على العاقل أن يجد ويجتهد في النظر والاستدلال، وأن يترك طريقة أهل الجهل والتقليد. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهددهم بنزول القيامة وأكثر في ذلك، وأنهم ما رأوا منه أثرا قالوا على سبيل السخرية فمتى تقوم القيامة، وليتها قامت حتى يظهر لنا أن الحق ما نحن عليه أو الذي عليه محمد وأصحابه. فلدفع هذه الشبهة قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها، والمعنى ظاهر، وإنما يشفقون ويخافون لعلمهم أن عندها تمتنع التوبة،
وأما منكر البعث فلا يحصل له هذا الخوف. ثم قال تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. والممارات الملاجة. قال الزجاج: الذين تدخلهم المرية والشك في وقوع الساعة فيمارون فيها ويجحدون. وقوله لفي ضلال بعيد، لأن استيفاء حق المظلوم من الظالم واجب في العدل، فلو لم تحصل القيامة للزم إسناد الظلم إلى الله تعالى، وهذا من أشد المحالات، فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيدا. ثم قال عز وجل: الله لطيف بعباده، أي كثير الإحسان بهم. وإنما حسن ذكر هذا الكلام هاهنا لأنه أنزل عليهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة، فكان ذلك من لطف الله تعالى بعباده. وأيضا المتفرقون استوجبوا العذاب الشديد، ثم إنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب، فكان ذلك أيضا من لطف الله تعالى. فلما سبق ذكر إيصال أعظم المنافع إليهم ودفع أعظم المضار عنهم، لا جرم حسن ذكره هاهنا. ثم قال: يرزق من يشاء، يعني أن أصل الإحسان والبر عام في حق كل العباد، وذلك هو الإحسان بالحياة والعقل والفهم، وإعطاء ما لا بد منه من الرزق، ودفع أكثر الآفات والبليات عنهم. فأما مراتب العطية والبهجة فمتفاوتة مختلفة. ثم قال: وهو القوي، أي القادر على كل ما يشاء. العزيز، أي الذي لا يغالب ولا يدافع. ثم قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يقول الإمام: اعلم أنه تعالى لما بين كونه لطيفا بعباده كثير الإحسان إليهم، بين أنه لا بد لهم من أن يسعوا في طلب الخيرات وفي الاحتراز عن القبائح، فقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. قال صاحب الكشاف: إنه تعالى سمى ما يعمله العامل مما يطلب به الفائدة حرثا على سبيل المجاز. إنه تعالى سمى ما يعمله العامل مما يطلب به الفائدة سماه حرثا على سبيل المجاز. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى أنه تعالى أظهر الفرق في هذه الآية بين من أراد الآخرة وبين من أراد الدنيا من وجوه. الأول أنه قدم مريد حرث الآخرة في الذكر على مريد حرث الدنيا، وذلك يدل على التفضيل، لأنه وصفه بكونه آخرة ثم قدمه في الذكر، تنبيها على قوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. الثاني أنه قال في مريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، وقال في مريد حرث الدنيا نؤته منها، وكلمة من للتبعيض، فالمعنى أنه يعطيه بعض ما يطلبه ولا يؤتيه كله. وقال في سورة بني إسرائيل، أي في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وأقول: والقائل الإمام: البرهان العقلي مساعد على البابين. البرهان العقلي مساعد على البابين، وذلك لأن كل من عمل للآخرة وواظب على ذلك العمل، فكثرة الأعمال سبب لحصول الملكات، فكل من كانت مواظبته على تلك الأعمال أكثر كان ميل قلبه إلى طلب الآخرة أكثر، وكلما كان الأمر كذلك
كان الابتهاج أعظم والسعادات أكثر، وذلك هو المراد بقوله نزد له في حرثه. وأما طالب الدنيا فكلما كانت مواظبته على أعمال ذلك الطلب أكثر، كانت رغبته في الفوز بالدنيا أكثر، وكان ميله إليها أشد. وإذا كان الميل أبدا في التزايد، وكان حصول المطلوب باقيا على حالة واحدة، كان الحرمان لازما لا محالة. الثالث أنه تعالى قال في طالب حرث الآخرة نزد له في حرثه، ولم يذكر أنه تعالى يعطيه الدنيا أم لا، بل بقي الكلام ساكتا عنه نفيا وإثباتا. وأما طالب حرث الدنيا فإنه تعالى بيّن أنه لا يعطيه شيئا من نصيب الآخرة، بيّنه على التنصيص فقال وما له في الآخرة من نصيب. وهذا يدل على التفاوت العظيم، كأنه يقول الآخرة أصل والدنيا تبع، فواجد الأصل يكون واجدا للتبع بقدر الحاجة، إلا أنه لم يذكر ذلك تنبيها على أن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة. والرابع أنه تعالى بيّن أن طالب الآخرة يزاد في مطلوبه، وبيّن أن طالب الدنيا يعطى بعض مطلوبه من الدنيا. وأما في الآخرة فإنه لا يحصل له نصيب البتة، فبين بالكلام الأول أن طالب الآخرة يكون حاله أبدا في الترقي والتزايد، وبين بالكلام الثاني أن طالب الدنيا يكون حاله في المقام الأول في النقصان، وفي المقام الثاني في البطلان التام والحرمان. الخامس أن الآخرة نسيئة والدنيا نقد، والنسيئة مرجوحة بالنسبة إلى النقد، لأن الناس يقولون النقد خير من النسيئة. فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة إلى أحوال الآخرة والدنيا، فالآخرة وإن كانت نقدا إلا أنها متوجهة للزيادة والدوام، فكانت أفضل وأكمل. فالآخرة وإن كانت نسيئة إلا أنها متوجهة للزيادة والدوام، فكانت أفضل وأكمل. فالآخرة وإن كانت نقدا إلا أنها متوجهة للزيادة والدوام، فكانت أفضل وأكمل. والدنيا وإن كانت نقدا إلا أنها متوجهة إلى النقصان ثم إلى البطلان، فكانت أخس وأرذل. فهذا يدل على أن حال الآخرة لا يناسب حال الدنيا البتة، وأنه ليس في الدنيا من أحوال الآخرة إلا مجرد الاسم، كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. السادس الآية دالة على أن منافع الآخرة والدنيا ليست حاضرة، بل لا بد في البابين من الحرث. ولهذا قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن منافع الآخرة والدنيا ليست حاضرة، بل لا بد في البابين من الحرث، والحرث لا يتأتى إلا بتحمل المشاق في البذر ثم التسقية والتنمية، والحصد ثم التنقية. فلما سمى الله عز وجل كلا القسمين حرثا، علمنا أن كل واحد منهما لا يحصل إلا بتحمل المتاعب والمشاق. ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة والكمال، وأن مصير الدنيا إلى النقصان ثم الفناء. فكأنه قيل إذا كان لابد في القسمين جميعا من تحمل متاعب الحراثة والتسقية والتنمية والحصد والتنقية، فلأن تصرف هذه المتاعب إلى ما يكون في التزايد والبقاء أولى من صرفها إلى ما يكون في النقصان والانقضاء والفناء. لماذا؟ لأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر،
والآخرة دار مقر. يقول الشاعر: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. المسألة الثانية في تفسير قوله نزد له في حرثه قولان. الأول: المعنى أن نزيد في توفيقه وإعانته وتسهيل سبل الخيرات والطاعات عليه. والثاني قال مقاتل: نزد له في حرثه بتضعيف الثواب. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله تعالى عليه همه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح همه الآخرة جمع الله همه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة عن أنفها. أو لفظا يقرب من أن يكون هذا معناه. المسألة الثالثة: ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لأجل طلب الثواب أو لأجل دفع العقاب فإنه تصح صلاته، وأجمعوا على أنها لا تصح. والجواب أنه تعالى قال: من كان يريد حرث الآخرة، والحرث لا يتأتى إلا بإلقاء البذر الصحيح في الأرض، والبذر الصحيح لجميع الخيرات والسعادات ليس إلا عبودية الله تعالى. المسألة الرابعة: قال أصحابنا: إذا توضأ بغير نية لم يصح. قالوا: لأن هذا الإنسان ما أراد حرث الآخرة، لأن الكلام فيما إذا كان غافلا عن ذكر الله وعن الآخرة فوجب ألا يحصل له نصيب فيما يتعلق بالآخرة، والخروج عن عهدة الصلاة من باب منافع الآخرة فوجب ألا يحصل في الوضوء العاري عن النية. وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية 20، ونقف عند الآية 21، وهي قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.